السلام عليكم أحبائي، مرحبا بكم في قناتكم مع السالمية. اليوم نشوف كيفية نطق الحرف سي في اللغة الإنجليزية. الحرف سي ينطق سي إذا جاء بعده الأحرف التالية واي اي اي، مثال ذلك سيل سيل خلية، سينما سينما، سيلندر سيلندر أسطوانة، ريس ريس سباق، face face وجه، city city مدينة. الآن الحرف سي ينطق كاف إذا لم تتبعه تلك الأحرف التي ذكرناها وهي y e و i. مثال ذلك cat قطة، cat، cry cry يبكي، car car سيارة، cake cake كيكة، clean clean نظيف، clear clear واضح.